الخبر الأولي عدنا عن جيهان واللي هي العضو الجديد في فريق نوربار وشوية معلومات عن جيهان واللي هو حساب الانستغرام القديم. يا حبايب هذا حساب الانستغرام القديم قبل ما هي تحذفه، وتمد اشوف انه هي مواليد 2002 شهر الخامس يوم 18، وكان عندها قناة باليوتيوب لكن حذفتها مثل ما حذفت حساب الانستغرام. وكم معلومة صراحة كل سرية اذا حابين تعرفوا وصل المقطع 20000 لايك. ننتقل حاليا لغيث مروان ونور ستار، واخيرا الصلح التاريخي اللي بينهم. الوضع يا حبايب انهم كانوا ببيت واحد وكانوا يلعبون اونو، ومن واضح ان نور ستار واحمد النشيط هم اللي فازوا، وغيث مروان وبنين ستار هم اللي خسروا. فاللقب مالتهم كان عباره عن بنين ستار لازم تسوي نفسها فانز احمد النشيط، تغير صورتها واسمها يا حبايب الى فانز احمد النشيط. غيث مروان كان لازم يصير فانز نور ستار النجمه مثل ما شايفين بالبايو مالته. فشغل الف مبروك على الصراحه بين غيث مروان ونور ستار. طبعا اغلب المتابعين صاروا يتوقعون ان نور ستار سوى هذا الشيء بسبب انه هو يحب نارين بيوتي، وهي راحت حاليا صورت ويا موفلوكس، فنوعا ما قاعد يرد لها وراح صور ويا نور ستار. فكتبوا احبابي بالكومنتات هل انتم فرحانين بهذا الصلح ام زعلانين بيه. ننتقل حاليا لقمر طاي وتهجمها وغيرتها على جيهان عضو جديد فريق نورمار بسبب حبها النورمار يا ما هي قصة النور ستار. فنزلت هذا الستوري كان كاتبه بي هواي دا اشوف بالمنشن حكي هذا وهاي انه فلان يقلدك وفلان سوت مثلك. يا جماعه اني ما انزعج، ماكو داعي تسبون احد او تغلطون على احد، للموضوع ما يزعجني، بالعكس من احد يقلدني هذا يثبت اني انا الاصل، او بمعنى اخر انه انا قدوه لهم فيتعلمون مني ويسبون مثلي، وهذا الشيء يخليني افتخر اصلا. فلا تغلطون وتسبون على اي احد، اتمنوا الخير للكل والحكي بشكل عام عام مو على احد معين، وعلى قولتكم لن تكوني قمر طاي. لكن الغريب الموضوع انه هي حذفت هذا الستوري، فالاغلب متوقع بسبب انه هي تحب نورمار فغارت عليها من جيهان العضو الجديد انها قاعد تقلدها بالستوريات، ولكن بعض الاشخاص توقعوا انه هي تقصد نور ستار بسبب انه نور ستار نزلت هذه الصوره يا حبايب اللي نسخ الطبق تقريبا عن صوره قمر طائي. والغريب ان نور ستار حذفت الصوره بعد ما قمر طائي حكت عليها، فكتبوا لنا بالكومنتات هل كانت تقصد نور ستار او لا. ننتقل حاليا نور ستار شنو حكت على كارولين، كشف حقيقه الخلاف اللي ما بينهم، فصارت تقول انه كارولين صارت تحكي عليها بظهر صديقتها. وروم هاي الله يوفقها صراحة كلام كلش حلو من ياسمين، شرحت الموضوع شو مشكلتك مع البنت كذا كذا. ليك راح احكي بصراحة، انا بني ادم يعني حدا فوتته بيتي وضل عندي تقريبا ضل عندي لمدة شهر واكتر وهيك، وبعدين عارفه على ناس وما بعرف شو، بعد ما يروح لعندهم يصير يحكي علي، هاي كتير كتير عيب، كتير عيب كجمة سوا يعني عن جد، يعني انه عيب يعني. انت بني آدم أجا قعد ببيتي وأكل معي وشرب معي وفي صار بيننا زاد وملح، يعني عيب عيب الواحد يعمل هيك. ففي كتير قصص تانية بس هاد أكتر شي دا يعني، هاد أكتر شي دا يعني إنه بعد ما صرنا مثل الأخوات قاعدين مع بعض بنفس البيت وكتير يعني إنه عشنا أيام مع بعض وهيك، بعدين يصير هيك إنه تروحي لعند رفيقتي اللي أنا عرفتك عليها وتحكي علي، لا هاي تو ماتش يعني، كتير 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 ما أنا ما بتقبلها يعني. أوكي لو حدا تاني عم يحكي عني والله والله ما بتأثر، بس إنه أنا حدا معتبرته قريب مني وحدا عاش معي ضل معي أكتر من شهر، لا كتير عيب والله كتير عيب. فهذا أنا شيء كتير يضايقني وخط أحمر بالنسبة لي، فلهيك يعني لو سمحتوا لا تسألوني عن هاي البنت، الله يوفقها والله يبعدها ويوفقها يعني. انا ما بتمنى لها لك الخير وتصطفل يعني، بالنهايه الواحد ما بيعمل غير باصله بصراحه. فتسالوا هذا عندك خلاف ويا بيسان تكت، ولكن هي جاوبت انه ما عندها خلاف وياها والله يوفقها، صراحه شيء كويس حلو راح اعطيكم لقطه تشوفوها. بالضبط. سؤال كثير بتكرر بيقولوا شو مشكلتك مع بيسان؟ انا ما عندي مشكله مع بيسان يا جماعه، عادي ما عندي مشكله. انتوا بتفكروا انه انا عندي مشاكل مع ناس وما بعرف شو، لا انه في ناس ما عندي مشاكل. حدد يا بيسان. بيسان. اوكي. اللي هون. الشعر احمر. اوكي. وبالختام يا حبايب عن مصطفى الريدر، طبعا شكرا لك على الكلام اللي قلت عليه بالبث، راح احطكم الكلام اللي حكى بي عليه وكلام ياسو، صراحه شكرا لكم وانتم موفقين والله يوفقكم يا رب. شو علاقتك بفهد الزين؟ احكي له. فهد الزين. والله فهد يعني مو قصة علاقة، بس يعني احنا ما اعرف شنو قلت يعني، على السوشيال ميديا ما عندنا اي شيء، بس هو الولد كلش حباب يعني ويحب اغاني ويحب انه يدعم اغاني، فانا هذا الشيء كلش اقدره يعني، اقدر من شخص يحب لي الخير. ده تفتهمون عليه صعب تلقى واحد كاتب حزام ظهره فهد الزين. فهودي يعني شوفوا من الاشخاص اللي صدق 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 يعني يحبوا لي الخير، فانا هذا الشيء كلش اقدره ده تفتهمون، وانا ما احب للخير والله يعني، ما لي علاقة بأي شيء بمحتوى أي شخص أو يوتيوب، تعرفون أنا ما لي أي علاقة باليوتيوب العربي كله،
بس يعني بالنسبه هو له يعني احس هو شخص كلش يحب الخير وانا هذا الشيء اقدره كلش هوايه. بس يعني ليك في واحد كاتب كلنا نعرف ان فهد هو ريدر. طبعا انا هاي الشغله يا رباه والله تخوف يعني مرات عالم يسوي لي تاج على مثلا هو لانه ما يطلع شكله بس صوته، فالاصوات مرات تتشابه من صدق حتى انا اقول معقوله يعني. فعلا فعلا اصواتهم تتشابه بس انا بقولكم انه لا انا حاكي مع هذا حاكي مع هذا، كل واحد بني ادم شيء. بالضبط بالضبط. وصل يا حبايبنا صوت المقطع، المقطع عجبكم لا تنسون تفجروا هذا المقطع باللايكات وبس. تنكم فهد زين مقاطع القصص، احبكم ومع السلامه.